أهلا بكم من جديد مشاهدينا. لم يقتصر دعم روسيا لنظام الأسد على الصعيد العسكري فحسب، السياسة والدبلوماسية أيضا كانتا حاضرتين في محاولة من موسكو لإعادة تأهيل قاتل مليون شخص. المساعي الروسية مرت عبر محطات عدة، نقف عند أبرزها. سخرت موسكو كافة جهودها وإمكاناتها لاستقطاب شخصيات معارضة وتأسيس منصات على قياس مشروعها في سوريا، من ثم استخدمت تلك الشخصيات والمؤسسات في قالب لا يعارض نظام الأسد كسلطة حاكمة في سوريا. ملف إعادة الإعمار حمله الروس على أكتافهم ودقوا أبواب عواصم أوروبية كثيرة في مسعى لتثبيت النظام وتوفير قاعدة اقتصادية تمكنه من الوقوف على قدميه بعد حرب استنزاف امتدت لسنوات وخلفت خسائر مادية تفوق 4 مليار دولار. مراكز ونقاط خاصة ولجان تنسيق وأمور لوجستية كثيرة أسستها موسكو في ملف اللاجئين لإعادتهم إلى حضن نظام الأسد، وكذلك الأمر على مستوى النازحين عبر ما يسمى باتفاقيات المصالحة وأيضا التسوية التي شهدتها بعض المناطق السورية. في كانون الأول نهاية 2018 أرسلت موسكو الرئيس السوداني عمر البشير إلى دمشق ليلتقي بشار الأسد كأول زعيم عربي يزور سوريا منذ 2011، هادفة من وراء ذلك لكسر الحصار المفروض عليه. كانون الثاني 2019 عملت موسكو جاهدة لدعوة نظام الأسد إلى القمة العربية الاقتصادية في بيروت مستعينة بشخصيات تدور في فلك النظام وتعترف علنية بأنها على علاقة وطيدة ومباشرة معه. أعود وأرحب بضيوفي الكرام، سليمان العقيلي الكاتب والمحلل السياسي، عمر كوش الكاتب والمحلل السياسي، دكتور خطار أبو الذياب أستاذ العلوم السياسية في جامعة باريس، والدكتور بكير أتجان المحلل السياسي. أهلا بكم معنا من جديد. أستاذ سليمان العقيلي، يعني نعود لنتوقف عند الموقف العربي من المنطقة الآمنة التي تنوي تركيا إنشائها في الشمال السوري. يعني استمعت منذ قليل معنا لما تفضل به الدكتور أتجان، يعني منطقة آمنة لحماية الشعب السوري، لحماية الأمن القومي التركي. تركيا ليست لها مطامع في سوريا، لماذا تكون مرفوضة؟ هكذا تساءل. في الحقيقة أن نظام أنقرة أو حكومة أنقرة لا مشكلات معقدة مع الوطن العربي، مع الدول العربية، مشكلات ذات طبيعة سياسية وذات طبيعة قائدية، وهي لا زالت مصرة على يعني نفس أسلوب تصدير مشكلات بدل صفر مشاكل، وآخرها تدخلها في قضية خاشقجي ومحاولة تحريض المجتمع الدولي ضد المملكة العربية السعودية وضد ولي العهد، ومشاكلها مع الإمارات ومشاكلها مع مصر ومع العراق ومع يعني سوريا ولبنان وكل يعني النظام في أنقرة الحقيقة ليس نظام مؤهل لحفظ المنطقة الآمنة. يعني المشكلة ما هي في المنطقة الآمنة، المشكلة من سيتولى هذه المنطقة الآمنة، والحقيقة الدول العربية وبما فيها الدول العربية المساندة للشعب السوري لا تثق ب بتركيا كضامن للمنطقة الآمنة، لأن الحقيقة هي يعني أنقرة ما زالت في خصام مع العالم العربي وتتدخل في أزماته وفي سياساته وفي داخل الدول العربية، ولذلك فالمشكل هو مشكل حقيقة سياسي بالدرجة الأولى، لأنه لا يوجد أي ثقة متبادلة بين أنقرة والعواصم العربية. طيب أستاذ عقيلي، في نفس هذا الإطار، يعني لماذا أشار السيد أبو الغيط إلى يعني التدخل التركي ولم يتطرق للميليشيات الإيرانية؟ لانه الميليشيات الايرانيه الحقيقه ليس لها يعني هي في سوريا كلها
وليست معنية بمنطقة آمنة. وما والحقيقة أنه الميليشيات العراقية أو الإيرانية أو الباكستانية أو الأفغانية كلها مرفوضة. ووزير الخارجية السعودي اليوم وضع نقطة مهمة جدا، وخروج القوات الأجنبية كشرط لإعادة تأهيل النظام. وهذا الحقيقة يعني أنا الحقيقة أعتب على الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في تجاهله للتدخل الإيراني والميليشيات الإيرانية المستوردة، لأنه كلاهما إيران وتركيا كلاهما يتدخلان في الأمن القومي العربي ويهددان الأمن القومي العربي. ونعرف نحن أن النظام العربي الأمني نظام مهترئ ونظام مختل، وهو الذي سمح الحقيقة لهاتين الدولتين بالتدخل. ومع الأسف الشديد أنه السيد أحمد أبو الغيط تجاهل التهديد الإيراني رغم خطورته على ليس على سوريا فقط، على الخليج وعلى العراق وعلى على على المنطقة الشرق الأوسط كلها. ونحن في حرب مع هذا النظام. ولذلك أنا يعني عاتب على السيد أحمد أبو الغيط في هذا التصرف الذي لا يمكن أن ينبئ برؤية شاملة وكاملة للجامعة العربية، لأنه التهديد الإيراني مثله مثل التهديد التركي. نعم سيد عمر كوش، يعني كيف تعلق يعني على هذه الجزئية المهمة؟ طبعا يعني في ظل هذا الرفض العربي، ما خيارات تركيا؟ يعني هل تمضي في مشروعها شمال سوريا؟ يعني أولا هذا الرفض الحقيقة الذي جاء على لسان أمين عام الجامعة العربية يعني لا يعبر عن رأي جميع الدول العربية، وإن كان فعلا هناك العديد من هذه الدول طبعا الحقيقة علاقاتها سيئة مع أنقرة، لكن الحقيقة أيضا أن هذه الدول العربية في معظمها، وهنا أقصد الحقيقة العراق ولبنان وطبعا مصر و وغيرها، الحقيقة هذه الدول يعني محكومة بأنظمة أو بأنظمة حكم موالية لإيران، وبالتالي تحاول دائما أن تتستر على التدخل الإيراني السافر ضد الشعب السوري، والذي سبب بويلات كثيرة إلى جانب طبعا التدخل الروسي. وأيضا يصمت أبو الغيث عن كل الاحتلالات الأجنبية، الاحتلال الروسي، الاحتلال الإيراني والتغيير الديموغرافي، وطبعا لا يرى فقط إلا المنطقة الآمنة التي طبعا تركيا أو تنادي بإنشائها. أولا تركيا بلد مجاور لسوريا، يعني تركيا ليست على بعد آلاف الكيلومترات كما روسيا أو أمريكا أو غيرها من الدول، وأتت إلى طبعا أو إيران وأتت إلى شمال سوريا. هناك مشكلة أمن يعني الكل العالم يقر بها، هناك أحزاب و ميليشيات في شمال شرق سوريا تعادي تركيا وتنادي بعمليات عسكرية ضد الجيش التركي وضد الشعب التركي، وقام حزب العمال الكردستاني بعمليات منذ 83 إلى اليوم، وقياداته متواجدة في الشمال السوري، وهي التي تدير ما يسمى الوحدات حماية الشعب الكردية وكل مخرجات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي. وبالتالي هذه القرار أولا الحقيقة لن يستشير أحد أحمد أبو الغيث إذا كان هناك منطقة آمنة، لأن الدول الخائضة في الملف السوري وهي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وإيران وتركيا هي التي يمكنها أن تتفاهم حول المنطقة الآمنة ومن سيديرها وما هي القوات التي طبعا ستشرف على أمنها وما هي حدودها، وكل هذه الأمور لا زالت مختلف عليها. بمعنى ليس هناك إقرار دولي أو تفاهم دولي على هذه المنطقة الآمنة. لذلك كان على السيد أحمد أبو الغيث أن لا يبيعنا كلام مقدما ويميل إلى العداء لبلد مجاور وبلد نشترك فيه معه ثقافيا ومصيريا وتاريخيا. الأجدى كان أن يشير إلى الاحتلال الروسي، إلى الاحتلال الإيراني، إلى التغيير الديموغرافي، إلى قتل الشعب السوري، ولا يشير فقط إلى هذه الجزئية. لأنه سواء كان سعيدا أم لم يكن سعيدا أحمد أبو الغيط، فعندما تقرر الدول العظمى هذه المنطقة ستقوم بإنشائها،
وأيضا الحقيقة هناك طبعا إذا أردنا فعل بالفعل أن تشاد منطقة آمنة لكي يعود المهجرون من تلك المناطق وأعدادهم أكثر من 700,000 إنسان ما بين كردي وعربي هجرهم حزب الاتحاد الديمقراطي وميليشياته، فإذا كانت بالفعل الهدف منها طيب هو عودة يعني سيد عمر كوش يعني هناك ليست كل الدول كما ذكرت التي ترفض هي تدور في الفلك الإيراني، ولكن هناك دول أخرى مثلا مثل المملكة العربية السعودية هي تقول الإيراني مثل التركي. يعني هنا الحقيقة لا الإيراني ليس مثل التركي. التركي معروف بعلاقته التاريخية معنا، وكانت العلاقات التركية السعودية يعني جيدة وتحسنت كثيرا وحتى مع دولة الإمارات العربية المتحدة، لكن الحقيقة أيضا هناك حسابات سياسية أيضا عكرت صفو هذه العلاقات، وهناك العديد من الدول التي دخلت لكي تعكر هذه العلاقات. الإيرانيون الحقيقة نظام الملالي الإيراني يشكل خطر وجودي على كل الخليج العربي، وتعرف العربية السعودية معنى الخطر الذي يشكله. الآن الإيرانيون يحاربون السعودية من خلال الحوثيين، يطلقون الصواريخ على جدة وعلى الرياض وعلى دبي، بينما ليس هناك أي صاروخ ينطلق باتجاهها من الأراضي التركية. المقارنة خطأ سياسي كبير. يجب أن تصطلح العلاقات العربية التركية وليس مثلها مثل علاقات مع إيران. طيب دكتور أتاجان أعود إليك، هل ستمضي تركيا رغم كل هذا الرفض؟ قبل الإجابة على سؤالك أريد أن أعلق على ضيفك الكريم من الرياض. للأسف الشديد أعيد وأكرر طيب ما أعطاه يعني اسمح لي نظرا لضيق الوقت دكتور أتاجان خلينا نبقى في صلب الموضوع لو سمحت. يعني شيء يعني يؤسف عليه فعلا. لماذا؟ لأن علاقة تركيا مع الدول العربية تاريخيا وسياسيا واقتصاديا وثقافيا وجغرافيا تختلف تماما عن علاقتها مع إيران. ثانيا كما أشار ضيفك قبل قليل أيضا السيد عمر عندما قال تركيا أولا لها حدود مشتركة مع سوريا 911 كيلومتر، ويوجد بيننا وبين الشعب السوري قرابة منذ يعني قرابة 400-500 سنة عشنا مع بعضنا، إلى جانب علاقتنا الأخوية في الدم وفي التراب بين بعضنا البعض. فإذا كانت تركيا تدخلها هنا، إذا كانت تشبه تدخل الإيراني أو تدخل الدول الأخرى، فهذا يعني للأسف الشديد أنا أسف جدا ما هذا التشبيه. وأيضا أتحدى ضيفك الكريم من الرياض والدول العربية إذا راحت إلى استفتاء وسألت الشعب السوري هل أنتم أخوة مع الشعب التركي أم مع الشعب السعودي أم مع الشعب المصري أو مع الشعب الإيراني أو مع الشعب الروسي، ما علاقتكم؟ أنا واثق بأن النسبة التي تخرج الأخوة بينهم وبين الشعب التركي تتعدى أمثال العلاقة الأخوية بينها وبين السعودية، بينها وبين مصر، بينها وبين الدول العربية كلها مجموعة. لذلك أسف جدا على ما يدعيه ضيفك الكريم من السعودية على هذه العلاقة التاريخية والثقافية والعقائدية أيضا بيننا وبين الشعوب العربية على هذا التشبيه التي هي خطيرة جدا جدا على شعوب المنطقة وخاصة على شعوب الدول العربية. علما للأسف الدول العربية لا مشاكل بين بعضها البعض. اسمح لي دكتور أتاجان أعطيتك الفرصة لترد، اسمح لي دكتور على ما يبدو لا يسمعني دكتور أتاجان. سأتحول إلى الدكتور خطار أبو دياب. أعود إليك من جديد وأختم معك يعني هذا المحور. عودة النظام إلى الجامعة العربية مؤجلة إلى متى برأيك؟ عودة النظام مؤجلة إلى إشعار آخر، حتى إذا لم يبدر من قبل هذا النظام خطوات عملية خاصة في الانفصال عن إيران، وإذا لم يكن عند هذا النظام نية للدخول في الحل السياسي، من الصعب جدا
أن يمسح كل شيء وأن تقبل الدول الأخرى. يعني قرار الدول العربية مرتبط بقرار الاتحاد الأوروبي ومرتبط بقرار الولايات المتحدة الأمريكية. وفي المنطقة الآمنة حتى نوفر الوقت على النقاش. بالطبع إذا جرى توافق روسي أمريكي كما حصل عندما دخلت تركيا إلى عفرين وجرابلس تدخل إلى مناطق أخرى. أنا مع الأخوة العربية التركية، لكن أقول للدكتور أتجان وبكل صراحة لا نريد إسكندرون أخرى. ادخلوا إلى سوريا ولكن أعطوا ضمانات بأن تبقى سوريا سورية. تريدون جولانا هي عربية أولا. تريدون جولانا وهذا هو مطلوب. هذا هو الأساس. تريدون جولانا وسنان. نعم. لا. تريدون عراقا أخرى ولا جولان أخرى. سوريا للسوريين. سوريا للسوريين وليست لا للأتراك ولا للإيرانيين ولا للروس ولا للأمريكيين. نحن ولا لا ندعي. نحن لا ندعي بأنها للأتراك. نحن نقول أخوة في التراب وأخوة في الدم. ولنا مصلحة مشتركة ومصير أخوة مشترك. الأخوة على العين والرأس، ولكن الأخوة لا تطبق كل يوم بشكل عملي. شكرا جزيلا لكم دكتور خطار أبو دياب أستاذ العلوم السياسية في جامعة باريس من باريس، الدكتور بكير أتجان محلل سياسي من اسطنبول، عمر جزيلا. كوش كاتب ومحلل سياسي من اسطنبول، وسليمان العقيلي كاتب ومحلل سياسي من الرياض. شكرا جزيلا لكم على مشاركتنا هذه الحلقة. شكرا لكم مشاهدين على حسن المتابعة. إلى اللقاء.